في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 416 عنصرا إجراميا ومصرع 10 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 255 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 812 قطعة سلاح ناري أبرزها 112 بندقية و92 بندقية آلية و52 مسدسا و556 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة، إضافة ل 1180 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 491,092 حكما قضائيا بإجمالي 35,013 محكوما عليها، من بينهم 1837 حكم جناية و173,936 حكم حبس و247,071 حكم غرامة و68,248 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلا عصابيا ضموا 76 متهما قاموا بارتكاب 59 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 65 حادث متنوع ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 93 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1320 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1454 متهما وبحوزتهم ما يزيد عن 518 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 1224.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 29 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 16.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 130,228 قرصة مؤثر و60,928 قرصة ترامادول مخدر و45,100 قرص كبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 57 مليون جنيه. كما تم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 122 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.